والآن موعدنا مشاهدينا مع الأحوال الجوية ووقفة أخيرة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا من جديد إيمان وشكرا دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطة الثالثة والأخيرة، نستعرض في أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد في الصباح الباكر ولطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظة ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 20 درجة مئوية والصغرى 10 درجات، ويكون الجو فيها معتدل. في الأسكندرية 19-13 الجو فيها مائل للبرودة، في مطروح 19-12 مائل للبرودة، في بورسعيد 20-13 يكون الجو فيها مائل للبرودة، في الإسماعيلية 20-10 يكون الجو فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 20 درجة والصغرى 10 درجات، الجو فيها معتدل. في العريش 20-12 يكون أيضا الجو معتدل، في طابة 20-12 مائل للبرودة، في شرم الشيخ 23-15 ويكون الجو فيها معتدل، في الغردقة 23-14 والجو فيها معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 درجة والصغرى 9 درجات ويكون الجو فيها معتدل، في أسوان 23-11 يكون الجو فيها معتدل، في الوادي الجديد 21-9 يكون الجو فيها معتدل، في شلاتين 25-15 الجو فيها معتدل، في حلايب 23-16 الجو فيها معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.